بعد شوي. الله أكبر. ترى ما مخلوك تأكل مطافة. الله أكبر. صفيحة اللحم يسويها محمد بن دلبج. مش منطق. سوي المنقل. إيش اللي قاعد يحصل؟ أنت من الشام أستاذ محمد؟ إي نعم. حدثني بالشام. أنت من الشام أستاذ محمد؟ إي أنا في سوي. أنا في سوي هذا من لا 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 الشام. أبغى طلع لي محمد بن دلبج الشام اللي في داخلك. أنت ما سويت إلا إنك فنان. تفضل. تسلم. اشرح لي الطريقة بالشامي. تسلم عينك كذا. تسلم عينك. زبطك الحين. طبعا هي تكرم لكن انت تكرم عينك. ايه زبطك الحين وصفايح اللحم. ايوه وحتى تغدى. ايه كمل. وان شاء الله انك ما تمرض ان شاء الله. لا بالشامي ارجوك محمد بالشامي. والله ما عرفت. لا تكرم عينك. لا برضو يعني طلع يعني اقصى ما عندك. تفضل. تكرم عينك عبد الله. تفضل معانا. ايه تتغدى معانا ونزبط لك صفايح للحام وبالعافيه على قلبك. الله يعافي قلبك. الله يعافي قلبك. يعافي على قلبك. قلبك. الله يعافي قلبك حمودي. حمودي حبيبي. انت في احد بيساعدك في المطبخ؟ لا ما في احد بيساعدك. لا حشا. لا حشا. انت بتساعد نفسك؟ انا بساعد نفسي. بتساعد الماما في البيت؟ انا بطبخ للماما. انا تطبخ للماما؟ بطبخ للماما. تطبخ للماما. كبسه. كبسه وخبزه. خبز وعريكه. حبيبي حبايبنا اهل الشام المميزين صراحه. الله يسعدهم ان شاء الله. دائما لهجتهم رقيقه لذيذه توصل لقلبك. توصل لمشاعرك. ها لامسك. وطبختهم عشرة. لا البحوث عندك الموضوع. يا شباب انا والله مقدم ضايع في المطبخ ما ادري وين اروح. ست اسحب المتسابقين واطلع برا. يوسف